عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير باذن الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون السريع او الزيتون المسلوق او زيتون البرطمانات الجاهزه اللي بنجيبها من السوبر ماركت. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا، وان شاء الله كده تجربوه بنفس الطريقه دي ويعجبكم باذن الله. طيب اول حاجه كده معايا يا بنات، ده كيلو من الزيتون العجيزي، اهو ده زيتون عجيزي مش مخلوط، لان في ناس كتير بتديك اللي العجيزي مخلوط بزيتون تفاحي. خلاص بتعرفي بقى الفرق ازاي ما بين الزيتون العجيزي والزيتون التفاحي؟ يعني مثلا دي زيتون عجيزي اهي، ودي زيتونه تفاحي، ماشي؟ ممكن يبقى في تفاحي مش فيه لون، ماشي؟ التفاحي بيبقى شكل التفاحه كده ومدور، اما العجيزي مع انها كبيره اهي بس تلاقي الزيتونه كده جايب طول، ماشي؟ ما هياش مكوره وشكل تفاحه زي الزيتون التفاحي. خلاص اهو حتى تلاقيها واضح في اي زيتون تاني اهو، لان دي كبيره، دي زيتون عجيزي كبير اهو، والعجيزي على طول يعني مفيش فيه لون، اما اللي التفاحي دايما على طول تلاقيه مشبح كده بلون كده. خلاص المهم التفاحي ليه طريقه خاصه يا بنات، لو انت جيتي تعمليه بنفس الطريقه دي. في ناس كتير تقولك لا، ما يعني العجيزي بس هو اللي يتعمل كده، او العزيزي بس هو اللي يتعمل كده بالطريقه السريعه دي. لا، انت ممكن تعملي التفاحي بس طبعا احنا هنسلقه على النار، تخلي الميه تغلي على النار، وبعد كده تقفلي النار وتحطي الزيتون التفاحي بتاعك فيه، وتركيني بقى الزيتون لحد ما الميه تبرد تماما عليه، ده التفاحي. اما العجيزي بياخد قلبه واحده بس. تعالوا مع بعض نعمل الكلام ده عملي. والميه بتاعتي بتغلي على النار، وهاخد الزيتون بتاعي اشطفه واغسله كويس ونسلقه بقى مع بعض. شايفين الميه بتاعتي قلبت كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، وانا غسلت الزيتون هنزل بقى ايه بالزيتون كده واحده واحده كده في قلب الميه، قلبه واحده واقفل عليه. بس انا غسلت الزيتون بتاعي قلبه واحده بس وبقوم قافل عليه اهو. اما بقى لو زيتون تفاحي زي ما قلت لكم، هتحطيه كده في الميه، الميه اللي يعني الميه قلبت معاكي تحطيه في الميه. طبعا الميه هتكون درجه حراره الميه قلت لما انت بتحطي الزيتون فيه، ما تخليهوش يقلب خالص، بتشيليه بقى تحطيه على جنب بقى خلاص. اما الزيتون ده فانا هستنى ان هو ياخد له قلبه واحده مش اكتر. شايفين لونه جميل ازاي؟ بس كده يا بنات اهو الزيتونه تحسها طلعت معايا كده، ماشي؟ مش هسيبه اكتر من كده، هقفل بقى النار عليه واسيبه كده في الحله بتاعته واغطيه اهو، واسيبه بقى كده على جنب لحد ما الميه دي تبرد على الزيتون تماما. خلاص نفس الكلام الزيتون التفاحي، بس الميه ما تقلبش عليه خالص. هسيب ده بقى كده يبرد تماما، وبعد كده ارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. ده كده يا بنات شكل الزيتون بتاعنا اهو، شايفين لونه اتغير عن الاول شويه، تحسوه كانه زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط اهو. طيب بقى انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هاخد الميه دي ارميها واشطفه كويس واعبيه في البرطمان اللي احنا هنخلله فيه، ماشي؟ وارجع لكم تاني اهو. كده يا بنات هتعبيه كده في البرطمان. انا مش عارفه البسكوت البسكوت هخليله في البرطمان ده ولا لا، بس انا هعبيه كده فيه، وهغير بقى ايه الميه بتاعته لمده 3 ايام، هنقعه في الميه لمده 3 ايام، وهغير الميه بتاعته 3 مرات او 4 مرات كل يوم، او كل ما تشوفيه كده وتفتكريه يعني غير الميه، عشان ما يبقاش فيه نسبه اي مراره خالص. هملاه ميه وارجع لكم اهو. كده يا بنات مليت عليها الميه كده اهو، وكل يوم زي ما قلت لكم هتغيروا الميه عليه 3 مرات او 4 مرات لمده 3 ايام، وارجع لكم ان شاء الله بعد 3 ايام دول. بس كنت عايزه اوريكم، شايفين الزيتونه التفاحي يعني سايبه نفسها كده غير الثانيه، دي ماسكه نفسها ازاي، لكن دي عامله ازاي طريه خالص. انا حاساها
خلاص. فعشان كده بقول لكم العزيزي يمسك، يعني بيبقى ماسك نفسه ده كده. يبقى ده شكل الزيتون بتاعنا اهو، بعد 3 ايام من تغيير المية عليه كل يوم 4 مرات او 3 مرات اهو. شايفين شكله عامل ازاي اهو، زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، مع ان احنا لسه ما عملناش فيه اي حاجة اكتر من اللي احنا عملناه مع بعض. ماشي، دي اخر مرة بقى هغير فيها المية دي، يعني هشطفه كويس واملى عليه مية نظيفة وارجع اقول لكم انا هعمل ايه تاني. غيرت كده الميه يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، الميه يا دوبك تغطي الزيتون. ماشي، هنزل بقى ب5 معالق كبار مليانين كده زي الهرم ملح اهو، شايفين. يعني مليانين يكونوا حلوين كده، مش 5 عاديين يعني. ادي كده 3 4 5، هنقلب بقى الكلام ده كده كويس. ما تقلقوش الملح هيدوب مع الزيتون، بس انا مش هخليه في البرطمان ده، انا هخليهم في برطمانات تانية. هرج كده الملح كده شوية لحد ما يدوب مع الزيتون عشان انقله في البرطمانات التانية اللي انا هحطها فيه. اما لو انت هتخليه مع في نفس البرطمان اللي انت عاملة فيه، هتسيبيه بقى وتحط بقى التاتشات بتاعتك بقى على طول، اللي هو اللي عايزه تحط شويه هريسه، عايزه تحط ليمون متقطع ارباع كده، تحط شطه حلقات كده، يعني براحتك. ماشي، تحط التاتشات بتاعتك بقى. بس بالطريقه دي عايزه اقول لكم جميل جدا جدا. هو بره بيجي طبعا البرطمان الزيتون بيجي مفيش فيه اي حاجه خالص غير الزيتون كده بالشكل ده كده يا بنات اهو. هنحط بقى التاتش بتاعنا، ليمون بقى متقطع زي ما انتم شايفين كده، ممكن تحط عصير ليمون اللي انت حباه، يعني اي تاتش بقى من التاتشات بتاعتك، هريسه براحتك يعني اهو. هو بيجي من بره مفيش فيه اي كلام من ده، بس طبعا احنا بنحط التاتش بتاعنا عشان يبقى احلى واطعم واحسن كمان. طبعا الشطه دي انا فاتحاها كده زي ما انتم شايفين كده من الجنب كده عشان تديها طبعا الطعم الحلو، وتخلي كده طعم تخلي الزيتون حراق شويه اهو، بس مش اكتر من كده. عايزه تحط هريسه زي ما قلت لك براحتك عشان نوصل بقى ايه البرطمانين يكونوا زي بعض. طبعا الزيتون بتاعي مش عليه ميه كافيه، فاهمني. هعمل انا ايه بقى دلوقتي، هجيب اكمل بقى كل الكلام ده بالزيت، زيت بقى زيتون زيت نباتي براحتك. طبعا الزيت الزيتون احلى وافضل، يعني هتغطي وشه كده بالزيت اهو. انا بحب اخلل في البرطمانات دي، طبعا البرطمان ده انا غسلاه كويس جدا بميه سخنه، وبعد كده عرضته للشمس لحد ما نشف كده وتحس ان هو اتحمص كده، فاهمني، عشان طبعا اي بكتيريا فيه تموت من الشمس. المهم بس كده هجيب بقى كيس واحطه على انا بحب البرطمانات دي بقول لكم عشان الغطا بتاعها بيبقى محكم مقفول حلو. هجيب بقى كيس كده واقسمه بالنص ما بين البرطمانين عشان الكيس اللي عندي كبير، واخلي الكيس كده على الوش واحط دي. انا بحب احط كيس عامه، يعني طبعا البرطمانات محكمه يعني مش محتاجه كيس ولا حاجه، بس انا متعود ان انا بحط كيس على اي برطمان مخلل اللي انا عاملاه. هوريكم ازاي اهو كده، الكيس بتاعي قسمته بالنص وهحاول ان انا احطه على وش البرطمان كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا احنا بنجيب الزيتون من بره بيبقى عليه زي حاجه كده زي البلاستيك كده، او حتى كمان اللي هو ورق العنب والحاجات دي كلها بيبقى جاي عليها زي قطعه بلاستيك كده، بحيث ان هي ايه تضغط الكلام ده لجوه خالص، فاهمني، عشان ما تلاقيش ده لون وده لون. ماشي، طبعا هو عامه الزيتون سريع مش هيقعد يعني، والميه على فكره ميه عاديه مش ميه مغليه ولا حاجه اهو. انا بحب البرطمانات دي اخلل فيها يعني حاجه كده اللي بتبقى سريعه يعني اهو، شايفين
شكله جميل جدا. نفس الكلام التاني، بس وغطيه برضو كده. الزيتون بتاعنا السريع يا بنات اهو، اسبوع او 10 ايام بالظبط وتاكلي من الزيتون بتاعي، هتاكلي احلى زيتون زي اللي جاي من بره بالظبط. انا برضو حابه ان انا اوريكم دلوقتي يعني واحده منه، اقول لكم يعني ان هو مفيش فيه اي نسبه ملح ولا اي حاجه خالص. شايفين الزيتونه متماسكه وحلوه ازاي اهي. التانية اللي انا كنت موريها لكم طريه خالص، لان طبعا هي اخده سلقه معاهم يعني فاهمني، لكن لو تفاحي هتعملي زي ما انا قلت لك تعملي ايه. اهو شايفين الزيتونه متماسكه وجميله، و10 ايام بالظبط. انا هفتح عليه ان شاء الله في فيديو تاني وهبقى كاتبه لكم كده في عنوان الفيديو ان انا فتحت على الزيتون باذن الله، لو انت حابه تشوفي النتيجه النهائيه. لكن انا عارفه وانا بعمله كده على طول بيبقى تحفه يعني. هو من دلوقتي والله امانه مفيش فيه يعني مراره ولا اي حاجه، تاكليه عادي بس عايز طبعا سنه الملح بتاعته ماشي. يعني بصي مش هقول فيه مراره، هو عايز السنه بتاعت الملح خلاص. بس هقفل عليه بقى بالطريقه دي اهو، وان شاء الله في فيديو من الفيديوهات اللي جايه هفتح لكم عليه لو انتم حابين تشوفوا النتيجه النهائيه ماشي. اهو اتمنى ان انت تجربي، حتى لو هتجربي في كيلو وتشوفيه وان عجبك بقى اعملي بقى كميه زي ما انت حابه يعني ماشي. انا طبعا عندي زيتون من السنه اللي فاتت فعملت كيلو بس، وطبعا خزنت اللي هو الزيتون اللي انا عملته السنه اللي فاتت معاكم برده خزنته برده بكميه ما شاء الله حلوه اللي هو بالخلطه فاهمني، اللي يقعد معايا طول السنه. لكن السريع ده يعني 10 ايام اسبوع بالظبط وتاكلي منه زي ما قلت لك بس كده. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، عايزاكم بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه في رعايه الله.